والسلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير من لعبة تارك. طبعا صباح الخير في اللعبة. شوفوا المنظر، شوفوا شوفوا المنظر، شوفوا شوفوا شوفوا. ويلكم باك تو حلقة جديدة ارك. طبعا شوفوا في صناديق زيادة، الشغل كان جامد وانتم مش موجودين الصراحة، يعني وكل الصناديق فل تاتش الدنيا، وسوينا البيت الصغير هذا، سوينا البيت الصغير هذا. لحظة توي تذكرت، ويت، ما عندهم لمبة؟ لمب؟ ما في؟ افا زين، تسمعون اصوات برا صح؟ خلنا نطلع شوفوا بيت الصغيرون، سوينا له روف ودنيا و... شوفوا الاولي مات مسكين. اخ يبنى واحد يتسمينا له. شوفوا عندنا دبدوب بعد ليفل 17 ترى 11 سوري. شوفوا دبدوب، شوفوا دبدوب دبدوب. شو يا ينزلوني بقى الزحمة، المكان زحمة. كنت ابا حصى، طبعا عندنا مليون حصى الحين، يعني خبركم السر، السر اني تحت البيت وحفرت. خلي شغل، بتسمعون اصوات الحين. ما اعرف شو السالفة بس يطلع لي اصوات. حفرت وكله حصى، شوفوا 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 كل مليون حصى. وطلعت وشو سويت؟ وين صار هذا موجود؟ ما نبغى، عيب عليك تخيس المكان والله عيب. المهم انزين، خلينا نركب هذا ونسوي مغامرة وغامرة. طبعا هالبيت هذا بسوي بيت حصى كبرة، عنا حصى نوعا ما، بس ناقصني لحظة، انا ليفل كم الحين؟ ليفل، انا ليفل 17 ولا ليفل، سوري انا ليفل 17، ليفل 11 هذاك اللي كنت راكب منه مسكين. انزين، وابى اسوي شو؟ ساعدوني يا جماعة الخير، ما ابى اسوي طاف حق كل الود دور هذا كله تعلمته. ما ابى 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 ابى ستون. طبعا عندنا ستون سيلينج وستون دور وستون فلور، فبنبدا نسويهم. طبعا هاي بروح يمكن يلبلونه، بس قولوا مو ستون هذا الحين بنسوي. لا الحين وقت جامد، يعني مش انه نشيل الستون هذا، يمكن نحتاجه في شيء. خلنا نشله، قولوا ستون هذا ستون. ها شوف الحفرة اللي تحت في الارض ترى فظيعة، بس في شيء اللي انا مش فاهم منه. افا انا شليته، لحظة ويت، انه ما اقدر اسوي ابجريد. انا اتصور انه مرة مسوي ابجريد، وانا هالشي شوية مضايقني، ما بأهدم واسوي له. انا ابى اسوي شو هيك، بس افكر اخلي هاي غرفة داخل البيت، انا غرفة النوم الداخلية عادي مو مشكلة. خل نبدأ نسوي كرابت. زين شوف بنسوي اول شيء ارضية. نحن بيتنا هذا كم في كم؟ 1 2 3 4 5 تقريبا، 5 × 7 × 8 في شيء تقريبا تقريبا، يمكن ابى اسوي بيت واسوي ورا البيت. شو وين الفونديشن هذا؟ فلور صح؟ كرابت زين، هذا اللي هو الأرضية. شوفوها، والله شكله أي حاجة يعني. لحظة، هاي الأرضية صح؟ خلنا نسوي لك كم أرضية. خلنا نشوف الشكل ونسوي لنا. انا اسوي لنا ارضيات، نسوي لنا وول
وويندو ونشوف كيف شكل المكان بيكون، بس ها حق غرض الشرح يعني، بس مش حق. انت قم من هني، انت قم من هني. حتى اللحم المطبوخ يخترب في اللعبة، ماينكرافت وغيره في العادة اللحم المطبوخ يعيش، بس هني تشوفه محترق. زين ستون وول، لا شكله مشروع جميل. شوفوا شوفوا، والله شكله مشروع جميل يا جماعة. شو رأيكم نهدم البيت الأولي؟ زين بسألكم سؤال ثاني، لحظة خلني أسألكم سؤال ثاني. شو تبون؟ نبني بيت تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ أبغى أشوف الكومنت تحت، نقعد الكومنت قولوا لي، قولوا لي شو تبون. بس هني هذا بخليه دري طالع، بسوي اللي دار حوله، بنسوي دار حوله، ما يحتاج قولوا 10 في 10، بنحتاج 100. نسوي دار حوله، بعدين يمكن نمسح المكان على الوجود. شو رايكم انتم؟ والله انا ما اعرف الصراحه، بس اني افكر، لان مثلا ايرث هاي كم 100 بلس، لانه بقى 100 99، بس اقدر احط كرافت ايتم. وبنحط ستون، لا ستون فلور نبقى 100، لا 99 اوكي. ونبا هذا نبقى 100 غير، يعني 99. بنشوفوا انا عايبني نظام الكيو ماله حلو، اي شيء تحطيه حط لك في كيو. بنحطي لنا 4 شبابيك، بنحطي لنا بابين في الكيو، وهذا ليش ما بهذا حاليا. اوكي هاي اللي يكفون، مفروض مفروض انجرام اظن لفلنا ولا ايوه. بنستعلم الستيرز ساند ستون، ساند ما نبغى، نحن نبغى روك. ساند ستون ما نبغى. اذا بنسوي شيء على فكره، تعلمت هاي وسويت تمام، موجودات عندي، بتلاحظون موجودات. نبا لا اوكي، نبا بس اللبس الجديد، ليذر عندنا ليذر وايد بتعلمه، عندي 151 نقطة اموري طيبة يعني، هني بنحتاجه في المستقبل. شو السالفة تعب هذا؟ شوفه شو كنسل كيو مالي ولا شو؟ يستهبل يستهبل. خلنا نبدأ من أول جديد، يلا 99. سو ويندو 2، ستون دو 2، وال 99 غير. زين لما نحن قاعدين نبني ونبني، خلنا نحطي طبعا، لا اقدر لا اركض ولا اسوي اي شيء وانا شو خلنا نحطي. يلا شو ايش الشنطة، وهو في شيء يوقف ترى. زين اللعبة هاي بعد ترى فيها مغامرات، لا تحطمون فيها مغامرات، نقدر نغامر وايد فيها. البيت الجديد واحد من الاسباب اللي ما بهدمه، ان في صناديق وهذا مؤقتا مسوي لي شغل، ف احس حرام. لحظة زين خلنا نحطي هذا، ما بسوي مكان اعلى منه.
لحظة، دقة 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 دقة، ها كلها عمليات تنظيف. لحظة، صوت اللعبة ما أحسه وايد عالي عندي. ماستر فوليو سيف، انزين بعدها عالي. اوكي احسن. والله صراحة اللي حلو في اللعبة الجرافيكس مالها، بس بعدنا اذا بنسوي شغلات اكبر في اللعبة بنحتاج شو. صوت اللعبة وايد عالي، صوت اللعبة ذبحني. لحظة قتلني. اوه يا حي الحياة. زين اذا بنسوي اي بروجكت الحين او بنهدم هذا اللي نحن بانينه مصيبة. بس ممكن نسوي لنا بيت يعني مثل ما تقولون بيت الحين. طيب على اللي انا جمعته وايد، قاعد اجمع ترى كم شوية. زين خلينا نعبي الفراغات اللي هني. بيت المخبق هذا ما ينفع، بس الحين عندي صناديق داخل وسامان، وما بشيل الصناديق والسامان قبل اللي يكون في بيت شو فعلي. خلنا نشيل هذا كله، لان هذا كله عقب بعد بينحفر، فليش ما اسوي من الحين وخلاص. هذا هو ولا بس قلت بعد عندي والله حصة وايد، يعني قعدت افرم بسير تحت، وبعدين يوم بلبل شوية بسير بعد تحت وببدأ شو اسوي، ببدأ نطلع وين الوحوش وهايل. الحين بدينا نلبل شوية ونبدأ في الفارم، ولا بالاحرى نبدأ نطلع السامان. اوكي لحظة، طلع سامان على اساس ان نبني بيتنا. لحظة ما عندي ستون فلور ثاني، خلص شو يا رجل. خلنا نسوي ستون، ها ستون فلور موجود رقم 4. اوكي رقم 7 اللي هو هذا. اكبر المساحة بعد، عندنا ماتيريالز، عندنا نقدر نبني. لحظة خلنا نكبر البيت هذا فوق الكهف. الكهف هذا بيكون ضمن البيت ترى على فكرة في المستقبلة، يعني بيكون ضمن البيت، ما بيكون برا البيت، بيكون داخل البيت يا. فاذا بمتد الحين، اذا بسوي اي شيء خلنا نخطط وياكم. لحظة خلنا نمد حبة هالصوب الحين قد ما عندي حصة. زين خلينا نسوي هذا لانها خلاص سوى رسمي البيت. لحظة انت اذهب طف. وعندنا من هالصوب نقدر نسوي اد بعد حق ون مور لاير يا جماعة. اظني بيكون مشروع ناجح، لا مش وايد ناجح، لانه ناجح ولا مش ناجح. الحصان ما اخاف يعني ينقصني ولا هذا عادي، بنفرم لاحقين مش خايف عادي انه بينقص ولا هذا ولا ذاك. بس المصيبة مش في الحصان ناقص، المصيبة في المستقبل ان كل ما نمتد زيادة يبغالنا الشغل عدل ولا الحصى. وبسيط ابسط شيء نفرم الحصى، ننزل تحت هني الحفرة هاي العجيبة، وهذا بنسوي هني. الحقيقة بتكون مغامرة على الاغلب، بس انا الحين ابى اتأكد انكم تشوفون اللي هو اجراء البيت. عاو انا ابني والله يدخلوا عليه
مبنى قبل لا ينبني يعني، وما في دار ناقص يدخلون. والله ما يستحون الكلاب، هم مش كلاب ديناصورات بس اوكي يعني. انزين نضيف ون مور لاير قدام. اوكي خلينا نضيف قدام ون مور وبس. انت بتحسون صغير الامتداد صح؟ بس هو مش صغير لان انا راح اشل الادار والبيت اللي في الوسط بعدني يعني، راح يعني هذا بكله بينشل اللي تشوفونه كله راح يتبدل. عرفتوا؟ خلنا بنحط ادار بعدين بنحط باقي الشغلات. ابا بابين هذا الصوب باب هني وباب هني، والحين بنحاوط المكان عادي. عندي بابين زيادة مو مشكلة يعني، مش قضية. بنحط الشبابيك، شوف الشبابيك، وبنحط طابق علوي بما ان عندنا ستيرز، بنحط طابق فوق. ما اعرف اذا بيكفيني كل هالطابق ولا ما بيكفيني. اوكي بني الشبابيك. عندي 7 شبابيك سويت بالغلط، والله اني مسطل يعني. بس لا زين، مش كتر. تعرفون ليش؟ شباك هني اظني تقريبا نفس البوزيشن مال هذاك تقريبا. لا مو بيكون نفس البوزيشن، بيكون غير. ما رم اغير شوي، رم نحط شباك عند الباب. شوف واحد هني واحد هني وشباك هني شباك هني وبس. انا شبابك صح، ونسوي لنا ستيرز. عندي طوبيك احصى. خلينا نحط اول شيء دار حسب ابدا اتخيل شو شكل البيت، لانه بيستوي فيه طابق ثاني اللي هو على الاغلب الطابق اللي بحطيه في غرفه النوم. تحت بيكون الصاله. اوكي لحظه شوف هذا مال شو اسمه عجيب. تحت بيكون في الصالة. انا ما اعرف على فكرة، اظني هاي اصلا الديناصورات اللي عندي لازم اسوي لهم مال اكل، لازم اسوي لهم. وانا ساحب عليهم والله ترى، من متى ما اعطيتهم لا اكل ولا اي شيء، ولا مسوي سالفة حقهم. بس ابى الحين اسوي حظيرة داخل حقهم، افكر اسوي حظيرة حقهم على اساس شو. ايوه بعد افكر ارفعه بعد شويه ترى يعني. هذا احسه ما يكفي يعني، طابق فوق نفس هذا كيف مرفوع الحين، وفوقه يكون الطابق اللي بعده. ما اعرف حاليا هذا اللي افكر فيه. خليني اشوف اذا عندنا طوابيق اصلا. مشكلة ترى اذا ما عندي سقف ترى خلنا نرد الريسورس مالنا، لان اصلا ليش
على نشل السقف كامل. اوكي ما نبي شيء عليك بالهواء نفس حركات ماينكرافت، هاي ما نبغاها، لان الحين نحن اللي قاعدين نسويه كله عشان يكون عندنا بيت مثل عالم الناس. ان واحد يحس ان انا احس ان هذا يعني لو اي شيء قوي يجيني والله لا يدمرني في دقيقتين، ما يبغى له شيء، كلام فاضي. احس لحظة خلونا نتفاهم مع الوضع. ها شوف كيف دخل علي الكلب، كل شوي يعني. تعال خلنا نشوف كل شيء. هاي المعرفة بدور لهم صرفة بعدين صناديق، مش اتصور ما بيكونوا قضية ان شاء الله يعني. ما يس بيك اب سليبنج باك. اوكي هذا وين صار؟ وين كان فاير؟ ما في بيك اب طبعا. مو مشكلة عادي، بسوي صناديق جديدة بنحاول السباب فيها يعني، مش قضية، مش الشيء اللي راح يوقف لي الحياة. ما يسوي شلة. اعرف نحط الباسورد. نايس وايد نايس والله. هاي الحين بخليهم في الهواء برايهم. شوفوا الفرق بين البيت الاول ودي، ترى فرق وايد مش شوي، كحجم كهذا كدنيا وايد فرق. شوف كله حصل تحت بيت، مع انه كان شكله حشيش وما في شيء. انا ما توقعت، انا توقعت بنزل مسافة حلوة قبل لا احصل تحت حصل، لكن في الواقع اخر شيء شو حصل تحت؟ كله حصل، ما في يعني الرمل ما في، اساس الارض تحت وايد حصل فيه. بعدين تعالوا كيف يسوون كلي، حد مر عليها سوى كلي؟ شوفوا هالالعاب بالذات لازم واحد يكون عنده بيت حلو، اذا ما عنده بيت حلو ما يسوى الجيم يعني. بالنسبة لي احسها كثرة. بس انا عشان هاي المي طقونا بجوي زين. اوكي احس براحة نفسية على اساس الحركة مقصودة يعني. على اساس الحركة مقصودة زين. ما عندي حصة خير شر، والله اللي اذكره كان عندي وايد حصة بس خلصناها كلها. ترى شو سوينا في الحصان حن؟ شو سوينا ابا والله؟ يلا مقصودة وين؟ نبي نجمع حصة من اول وجديد. بيت مرفوع بعد. انت من وين تطالع سؤال؟ ما حبيبي تعال تعال تعال. ليه يشرد على طول؟ يشرد تعال تعال تعال. بس بغيت اذبحها حق وناسه بس. انزين
خلنا نمسك المكان هنا، اي مكان. يي الشغلة الغثيثة هاي، تعرفون شو شغلة غثيثة؟ تبون بيت؟ صدق صدق، تبون بيت في الحصة تحت ولا تبون بيت فوق؟ شو رأيكم؟ ولا نسوي فوق أول شيء لين نطور نفسنا ونلفل ونضبط أمورنا؟ شوفوا وش كثر مفرم، ها كله كان حصة، ها كله بالطريقة هاي. أنا قاعد أكسر 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 من متى يعني؟ تخيلوا. طبعا أنا ما بعيشكم هالغثاثة كلها يعني، بس نبقى كم حصة حق اللي كمل الأرضية هناك بس. وأظن شي أشباح بعد، في أشباح بس ما ينفع، يبالي لازم تكاكسكو عن هذا. الشيء الوحيد الغثيث انه صبر، الله يمر بكم. نباهو بك اكس، هذا اخر شيء. لا مش يعني ستراكشر بيكون، وين هني بروديوس صح؟ اللي عقبه شو؟ كوبر. وما شفت كوبر لحين في اللعبة انا، في ايرون ما شفت ايرون للحين، لليفل 24 و 28 هو راح يخلينا نبني كل شيء بسهولة. على خمس بغيت ارويكم البيت يعني اللي قاعد اسويه، بس شفتوا الكهف وشفتوا الحيوانات شفتوا كل شيء، نبغى نسوي بعد فنس بتشوف كل شيء. والله ما اعرفه بس انا مثير اهتمامي صراحة صراحة اللي تحت الارض وين. Where it is stone craft 30، والنهاية اللي بيكون كفاية. انزين وعنا نبا حق الدري ستيرز اللي برا شوية، لا حق السيلينج هذا عقب انا بروح بنزل بفرن، بنزل تحت الارض زيادة يعني. هذا اكستنشن سريع انا سويت بس فقط لا غير يعني. هذا حق الستيرز بنص حبات، تعالوا هني بعد كذا يبغى الستيرز اذا بنزل تحت وايد لانه يغث الواحد. يتمشى اوكي. وين الاساس؟ ستون فلور. يلا مع اني انا مسوي بيت وهذا ومجهز الحلقة، بس عقب غيرت المخطط يوم نزلت وشفت كل الحصة غيرت المخطط، قلت بيت محترم قبل لا نغامر على الاقل، على الاقل نحس براحة قبل لا. خلنا نسوي ستيرز ونشوف الوضع كيف. ستيرز الواقي مكملة عقب، انتم احد مكملة. زين نفتح الباب نشوف شكل الستيرز الحصة كيف. لا صراحة جميل، أحلى عن الثاني وايد أحلى، بس المشكلة وين؟ يعني هني أوكي ميك سنس. المشكلة إنه أبغى أطلع فوق. لحظة وين بيكون دري لفوق في المستقبل؟ من هنا من ورا هذا الغثيث، المكان اللي ما ضبط يعني. ابى اسوي مكان، شوفوا واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست، ابى مكانين فاضيات. زين اوكي هذا راح يكون طلعة، يعني واحد يطلع دري دري يكون مكان فاضي بعدين يطلع فوق. اوكي لا كذي اوكي، تشوفونه. وان مور قبل شو علينا نطيت برا، عسى اخبركم الوضع يوم يعني بترجعون الحلقة الجاية شو بتشوفون. يا
يعني بيكون شوي المشروع شوي جامد. زين، ما بسوي روف، ترى اسوي طابقين البيت. روف ما شي، واذا حصلت شي في الدرب تحت الارض مغامرة بصور لكم. بس الحين بس سريعا سريعا اراويكم البيت اللي هو قاعدين نسويه. بس يبالنا والله معدات، عشان فرم الصراحة معدات، يبالنا معدات من الخاطر. ما هذا؟ تعال تعال، اوكي. يعني هو مش قصر ولا هذا، ولا بيت صغيرون. زين الحين هذا معناه هاي يباله اثنين، يباله واحد، يباله واحد. اوكي مو مشكلة، هاي عقب نفرم له. بس شوفوا الحين على الاقل احس ان البيت فيه مساحة. الاول كان البيت ضيق والله، جدا ضيق. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، اساسات بيت الحصن. بشوفكم في حلقة خاتمة ان شاء الله، على الاغلب بتكون مغامرة، بحاول اكمل البيت واريكم النتيجة النهائية. والسلام عليكم ورحمة الله.